بمشاركة سوريا ووفود أكثر من 20 دولة، واصل معرض سوراج كوندميلا الدولي 31 للحرف والصناعات اليدوية فعالياته في ولاية هريانا الهندية، ويشارك في الجناح السوري الذي أقيم برعاية وزارتي الثقافة والسياحة في سوريا بالتعاون مع السفارة السورية في نيودلهي عدد من الحرفيين السوريين بمعروضات للأشغال اليدوية ومشروع أرتيزانا سوريا، والذي يهدف إلى تسليط الضوء على الحرف والصناعات اليدوية. أكثر المشاركين بالمعرض الدول الثانية عم تكون هي مشاركات فردية، أي حدا عنده منشآت صغيرة عم يجي يشارك ويعرض منتجاته، بس فكرة وجود مشروع بحافظ على الحرفة اليدوية ببلدهم وتحت يعني تحديثها وتطويرها ورعاية العاملين فيها ما لها موجودة، ومثل ما بنعرف إنه دائما الحرفة اليدوية العاملين فيها هن بيكونوا من أصحاب الدخل المحدود اللي ما بيقدروا يحدثوا أو ما عندهم القدرة ليحدثوا أو يسوقوا بالأسواق العالمية أو المحلية. ويشهد الجناح السوري إقبالا فريدا من المهتمين على جميع المستويات، ولا سيما ممثلي السفارات والبعثات الدبلوماسية في الهند الذين أبدوا إعجابهم بالصناعات التراثية السورية وبمهارة حرفيها، خاصة أن المعرض ضم أعمالا جمعت بين التراث السوري العريق والحضارة الهندية. وتتضمن معروضات الجناح السوري أيقونات من الخشب والنحاس وأشكالا لقلعتي حلب وتدمر ومجسمات لشخصيات تاريخية مثل أورنينا وزنوبيا. سفير سوريا لدى الهند الدكتور رياض عباس وخلال لقائه المشاركين السوريين في المعرض أبدى حرص سوريا على المشاركة في مثل هذه الفعاليات لتأكيد استمرارها في العطاء والتميز في مختلف المجالات رغم الظروف الصعبة والحرب الكونية الظالمة التي تتعرض لها. نشر صناعة الحرف السوري هذا شيء كثير مهم، هذا بيظهر بشكل واضح الحضارة السورية، العمل اليدوي السوري. سوريا أنا موجودة بالرغم الدمار وبالرغم الحرب المفروض عليها، فالعمل عم تقومي فيها عم بيكون بالتوازي بدعم أكيد من وزارة السياحة ووزارة الثقافة. وأشار عباس إلى أن مشاركة سوريا تعكس اهتماما بتعزيز العلاقات الثقافية والحضارية بين شعبي البلدين، الأمر الذي تم لمسه من خلال تفاعل الزائرين الهنود وإقبالهم الملحوظ على المشغولات اليدوية والمعروضات المختلفة في الجناح السوري. ويستمر المعرض الذي بدأت فعالياته في 8 شباط 15 يوماً، ويهدف إلى عرض المنتجات اليدوية وتشجيع الحرفيين للحفاظ على التراث والاطلاع على تراث الدول الأخرى.